السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي سلمي تاكوليتا. إذا كنتم جديدين في القناة فأهلا، أنا سميتي سلمى، إذا كنتم قدامين فمرحبا بكم معايا مرة أخرى. في آخر فيديو لعبت لعبة الأكيناتور سولتكم واش بغيتونا نلعبوا لعبة مريم طلبا لواحد الصديقة اللي طلبت مني أنا نلعب لعبة مريم، وانتم ما قصرتوش، كلكم طلبتوا أننا نلعبوا لعبة مريم وفي منتصف الليل. عرفتكم أنا كتبغيوني بزاف، أقسم بالله تعرفتكم كتبغيوني بزاف، سو خلينا نتشاركوا هذا الحب المتبادل وخلينا نلعبوا. حقي إلا جرات لي شي حاجة انا ما نمشي محلقوش. غير كنضحك. المهم غادي نلعبوا لعبه مريم. دابا تقريبا باقي ما ضربتش 12 الليل، دابا يا ربي 11:46 دقيقه كما تلاحظوا هنا، ما عرفتش بان لكم ولا لا، 11:46 دقيقه. سو غادي نلعبوا هذه اللعبه، هذه غادي نحملها، هي هذيك غتجي نيشان مع 12 ونبداو اللعبه ديالنا. سو بطبيعه الحال ما نزيدش نطول عليكم كثر في المقدمه، وقبل ما نبداو اذا كنتو جدادين في القناه اولا مازال ما اشتركتوش فضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا جرس التنبيهات يوصلكم كل جديد. زائد اذا عجبكم هذا الفيديو ضغطوا على ديك اللايك، هذه الحركه ما كتكلفكم ولا كتفرحني بزاف. وخلينا دابا نمشيو ونديروا لا فيديو ديالنا. لعبه مريم دابا غادي نبداو نلعبوا فيها، السكرين غادي يبان لكم هنا. صراحه انا اصلا غير الليل كيخلعني، انا ماشي من النوع اللي كيعجبني الليل بزاف، الليل كنتخلع في الليل. وغادي نلعب واحد اللعبه اللي انا ما عنديش عليها شي خلفيه زوينه، عندي عليها خلفيه خايبه لاني كنت كنسمع الناس كاملين كيقولوا عليها لعبه خايبه، ف صراحه مرعوبه واحد شتيتو شتيتو. سو غادي نبداو اللعبه ديالنا. السكرين كما قلت لكم غادي يبان هنايا، وانا انا متردده انني نضغط على ديك مريم. اوه 3-2-1 اوكي ستار جيم. اوكي هي باللونجلي يمكن ماشي بالعربيه، دونك خلينا نلعبوا. يودي ناو اكسايتد لايف بليز ستاند باي يودي. اوكي اوكي رجعت بالعربيه. انا اسمي مريم. حسنا اطفئ النور وارفع الصوت، ما نقدرش نطفي النور حيت كنصور، دونك الصوت مرفوع فعلت ذلك. تحذير اللعبه للكبار فوق 12 سنه، ما تخافيش 24. ما هو اسمك؟ انكتب فيك التليفون طاح من يدي، اكتب شي حاجه هكا ما عيبالكم كلشي في السكرين. اسمي حليم. اوكي اهلا بك، انا لم استطع العوده الى المنزل. حسنا هل تود مساعدتي؟ شبالكم نعاونوها ولا لا؟ خليها نعاونوها. نعم انك يا حليمة شخص رائع. حسنا ابحثي معي عن منزل لقد كان قريبا من هنا. حسنا ولكن عندما حل الليل لم اعد ارى اي شيء. حسنا ماذا تظن اين يوجد؟ في اتجاه الاخر، في اتجاه الغابة. اش درا شي غابة اختي في اتجاه الاخر؟ اذا هيا. حسنا أود أن أتحدث معك ونحن في الطريق. الله يبقي ستر. ماذا؟ لا لا اختي كيفاش عرفتني انا في المغرب؟ لا شو خوت 12 الليل هي كتبت كيف حال الطقس عندكم في المغرب؟ كيفاش عرفتني اختي انا في المغرب؟ اقسم بالله قلبي كيدير بوم 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 من قريت المغرب وقلبي كيدير بوم بوم بوم. اليوم ما عباش وسط خوتي، ما عباش بوحدي، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. ناري ناري اوكي اوكي هانت كالمو، غادي نكمل اللعبه غادي نكمل اللعبه، غادي نشجع راسي وغادي نكمل اللعبه. اوكي غادي نناقش شويه الصوت لان فغيمون غير الموسيقى رعبتني، ناقشتي الصوت بعدا خلينا نكملو.
اوكي غنعاودو من الاول عاوتاني ستارت جيم. ملي شدتني حرارة اقسم بالله الصهدة طلعت معايا. عوداتها كيف هو الطقس عندكم في المغرب؟ حار جدا، انا دابا فيا الحر واخا هو البرد. لقد وصلنا الى المنزل، شكرا جزيلا، انتظرني وسوف اعود. اوكي، هل حليمة هو اسمك الحقيقي او تودي تغييره؟ نعم الحقيقي، لقد اخبرت ابي وامي عنك وهم متحمسين لرؤيتك. حسنا، هل تود ان تراهم الان؟ لا 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 لا، بركة لي انت، انا لست مخيفة. اوكي اوكي، اعرف ذلك. لماذا ارى في عينيك الخوف؟ انا لست خائفة اختي، انا مجرد فتاة لطيفة تحب اللعب مع الجميع. يلا هو خسير، احبك، اعرف كل شيء يحدث، اسمع ذلك بالراديو. ماذا سمعتي؟ لقد سمعت ان نهاية العالم قريبة جدا. اعطيني جوج اختيارات، لا انه كذب، ونعم سمعت ذلك. حتى نسمع ذلك. صح، اوكي يلا. لماذا لم تدخل الغرفة؟ ما اعطينيش جوج الخيارات، اعطيني خيار واحد دونك غنكسب حسنا. سمعت الضحكة؟ سمعت الضحكة؟ أنت الآن مسجون في هذه الغرفة. أمشي مع رقد عقلك بلا لماذا. لن تخرج حتى أعود لك بعد قليل. أعطيتني خيار، المفتاح معك، فقط هز جهاز وسوف يسقط لك. حصلت عليه، لا أستطيع الخروج، ليس المفتاح، حاول مجددا، هز الجهاز وسوف يسقط لك. مفتاح أسود، حصلت عليه. أين تريد أن تختبئ بسرعة قبل أن تعود؟ تحت الطاولة خلف الستارة. بجوج بيهم باينين، ديروا خلف الستارة. لقد عادت إلى المنزل. نزيد شوية الصوت. كيعاودو نفس السؤال، سوف نخرجو، عيد زعما ساكتة باش ما تسمعنيش، سوف أخرج، أنايا دخلت شوية باللعبة. مشيو للغابة ولا مشيو طريق السيارات؟ مشيو طريق السيارات. أمينة، فتح الباب، عجي، تأكد عجي، عرفتي عجي، أنا أكرهك ابتعدي ولأنك مخيفة جدا، لأنك مخيفة. أتعاقبني وماذا أيضا؟ ليلي، هل تريد أن أجيك مرة أخرى؟ أنا آسفة، خلينا نخرج أخوتي. هل أنت جائع فعلا؟ لا فقط أريد أن أشرب، أنا بغيت أشرب الماء أمان. حسنا، هل تريد أن تفعل؟ أذهب إلى المطبخ وأعتذر منها، أخرج من المنزل، خرجوا. هيا إذا، صافي لصقتيني كمسكة أختي. أين تتوقع سلك أي طريق؟ في اتجاه الشرق، في اتجاه الغرب. شوفوا الغرب. حسنا، آخرت ندخلنا للغابة. حسنا، دعني نتحمل لديك. هل تعتقد أن هناك أشباح حقا؟ صراحة إنني أعتقد بوجودهم حقا.
يوم بعد، واشعروا بالإحساس بهم دوما يوم بعد. أنا ستر أن يوجد شبح دائما حولنا. أعوذ بالله أعوذ بالله. أختي المصدر لي هذا بغى نعس. صافي سيري عنا سيري عنا. حسن الخوف فقط يجب. أنا جبانة أنا جبانة ما صحافيش. إن الأشباح تحب الضعافة. لا يا الشيخة أبشرتيني أبشرتيني يا الشيخة. يكون أفضل أفضل. الحمد لله أنا على الأرض. هادي بالطحرة مقطرة. أرجوك ساعديني. حبل ساميك أمسك الحبل. مخادعة نعم قليلا. هيا بينا. لا يهموني اختي ما كنت باغاك تهضر معك حتى حاجه. شو هي كتقول لي لا كتهضر في داكشي اللي بغات كتقول لا المهم عاد تهضر في داكشي اللي بغات. ها ما السفينه اقتربت نهايه الارض وحاول النجاة. اننا كبشر محاصرون في الارض ولا يوجد طريقه للعيش خارجها. يا للهول. بالتأكيد الهزو الجهاز. صافي هذا اعلان اغلاق. حسنا انا نحبس اللعبه هنايا كذبش عليكم ما قاديتش نكمل. نحبس اللعبه هنايا لانني فريمون ما قاديتش نكمل. ماشي اول حاجه لانني فريمون ترعبت. ثاني حاجه لان تقريبا فشي ما في المرحله هذه ولات حليعه كتعاود الاسئله دونك هي شويه كترعب. في نفس الوقت تكرار الاسئله كيخلي الواحد يرتبك في عقله. انا ما باغاش نترتبك في عقلي اخوتي. بقى باغا نعيش بقى باغا نحافظ على عقلي السليم هو ماشي سليم. سو خلينا نوقفوا في هذه البقره هذه. انا استسلمت صراحة في اللعبة كاملة. خلعتني بجوج بلايص. خلعتني فاش قالت كيف الجو في المغرب تما فريمون انا تصدمت لانني انا ما مسولتنيش مشيت الى بلد ولا كتبت لها بالدارجة ولا شي حاجة. ثاني حاجة فاش كتهضر على الاشباح اختكم في نص الليل وباغا تمشي تنعس هاد جوج الحوايج اللي خلعتني فيهم وهذا ما كان. سو اذا بغيتو بارت 2 كتبوا لي تحت في التعاليق مع انه احتمالية البارت 2 صعيبة يمكن لان شو قالي نقولكم غير السلام عليكم تهلا فراسكم نشوفكم في الفيديو الجاي. انا راه دابا عاد بكي اغزي بالله تعال بكي.